بالنسبه للتجربه ديالي في مجال السياسي، دخلت هذا الغمار في سنه 2015 بصفتي نائبه اولى في ذاك الوقت، والحمد لله كانت واحد التجربه زوينه وتعلمنا منها شحال ديال الحوايج، وتعلمنا اننا حنا نساء ناخذوا القرار ديالنا. ومن بعد فاش جاو هاد الانتخابات اللي كانوا في 2021 وليت رئيسه ديال الجامعه، طبعا بفضل الجامعه ديالي والناس اللي محيطين بيا اللي كانوا تيأيدوا دخول للمراه للمجال السياسي وخوض هاد التجربه، لان الفكره الاساسيه من هاد التجربه هذه هو ان المراه في الاستطاعه ديالها حتى هي انها تاخذ القرار ديالها، انها تكون في مراكز بحالها بحال الرجل، وانها حتى هي تقدر تاخذ قرارات ماشي غير في المجال السياسي وانما حتى في المجال الاقتصادي والتعليمي والصحي الى اخره. وانا بدوري بحكم تجربتي في هذا المجال كنشجع جميع النساء انهم يخوضوا هذه التجربه هذه، لان هذا من حقهم. المرأة من حقها أنها تخوض جميع التجارب خصوصا في هذا المجال ديال السياسة، انطلاقا حتى في الخطاب ديال سيدنا والإلحاح ديالو باش المرأة حتى هي تكون عندها واحد التمثيلية في المجال السياسي كنائبة كرئيسة لملا، ودابا الحمد لله عندنا نائبات برلمانيات، عندنا وزيرات، عندنا النساء ما شاء الله في المجال السياسي، راه حتى هما تيتخذ القرار ديالهم بعين الاعتبار. ولهذا حنا الحمد لله كنشجعوا النساء سواء في العالم الحضاري وفي العالم القروي، بالخصوص العالم القروي لان تيكون شويه بعد العزوف، وانما الحمد لله ملي كيشوفوا التجربه ديال بحال كشخصي مثلا رئيسه جماعه لجماعه قرويه، تيكون هذا تشجيع وحافز لجميع النساء في المجال القروي انهم حتى هما ينخرطوا وحتى هما يبينوا على المستوى ديالهم، لان لا يعقل تكون عندنا فتاه قرويه تكون عندها مستوى وما كتدخلش هذا المجال اللي تيقولوا راه هو حكر على الرجال. لا، الحمد لله المغرب ديالنا تقدم في هذا المجال السياسي وعطى الفرصه، وماشي غير فرصه، فرص كثيره للنساء انهم تهم يدخلوا هذا المجال ويبينوا على القدرات ديالهم ويبينوا على القدره ديالهم في اتخاذ القرار. وتنتمنوا التوفيق لجميع النساء في جميع المجالات. وهنا اقص بيدك الرجال يا نساء، هنا أقص بيدك، ماهيش مقسمة الرجال، راه الرجل إلا ما طقش في المرأة راه ما غادي توصل حتى بلاصة، باش نكونوا واضحين، لأن علاش؟ خصوصا في العالم القروي، الناس اللي كيدخلوا الشأن